ما بنحققش أي نجاح بالأمنيات والأحلام، لكن ممكن طبعاً نحققه بالإرادة والعزيمة، لأن هم دول اللي بيصنعوا المعجزات. ممكن تفشل النهاردة لو خطرت، لكن الأكيد إن أنت هتفشل لو ما خطرتش وما خدتش خطوة جديدة وحاولت تحققها. مساء الخير وسعادة على كل اللي بتتفرجوا علينا دلوقتي، وأهلاً بيكم في حلقة جديدة من الحديثة. مساء الفل هنود. مساء الفل أميرة، ومساء الفل على كل جمهور النادي الأهلي اللي بيتفرج علينا دلوقتي. عندنا النهاردة ماتش مهم محتاجين إن احنا نكسبه إن شاء الله عشان نستريح في مشوار الدوري. إن شاء الله نكسب. وخلونا كده قبل ما نروح لأخبارنا تعقيبا على كلامك، عايز أقول إنه الحاجة اللي ما بدأتش فيها النهاردة عمرك ما هتقدر تاخد خطوة تانية أو تكملها بكرة، لأن أنت لسه في نقطة الصفر. فالمهم دلوقتي إنك تاخد خطوة ايا كانت النتيجه. خلونا بقى نروح لاخبارنا النهارده ونشوف معانا ايه النهارده في السريع. اول خبر معانا النهارده مواجهه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، فريق الداخليه الساعه 7 بالليل ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز. المباراه اللي بيلعبها الاهلي وهو متصدر ترتيب البطوله برصيد 40 نقطه، وكان الفريق انتهى من استعداداته للمباراه امبارح ولعب تمرينه الاخير على ملعب التتش بالجزيرة بقيادة مارسيل كولر المدير الفني، اللي عمل محاضرة للاعبين واتكلم معاهم عن الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة. بالتوفيق يا رب للفريق النهارده، وان شاء الله نكسب علشان زي ما قلنا كده ايه نستريح في مشوار الدوري ونركز بقى في افريقيا الفتره اللي جايه. نروح بقى لخبر تاني وهو تاهل سيدات سله الاهلي لدور نصف النهائي من بطوله كاس مصر، وده بعد فوزهم امبارح وتخطيهم عقبه فريق مصر للتامين في الدور ربع النهائي من البطوله. في المباراه اللي اتلعبت على صاله الشهداء بمقر النادي بالجزيره وانتهت بنتيجه 95 ل 48 سيدات الأهلي. وهنروح من فوز سيدات سلة الأهلي لفوز رجال الطايرة على فريق السويحلي الليبي في لقاء الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية اللي بتتلعب في القاهرة، وتأهلهم للدور نصف النهائي من البطولة. وحسم رجال الأهلي المباراة اللي اتلعبت على صالة استاد القاهرة الدولي بنتيجة 3 أشواط نظيفة جت نتائجها: الشوط الأول 25-16، الشوط الثاني 25-14، الشوط الثالث 25-17، علشان بكده يواصل الفريق عروضه القوية وسلسلة الانتصارات في البطولة ومجموعته الثانية اللي بيشارك فيها فرق مصافي الشمال العراقي والوكرة القطري وخيبل اليمني وبني ياس الإماراتي والسيب العماني. من الأخبار المحلية بقى للأخبار العالمية، والحقيقة الخبر ده أثار حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو إمكانية رحيل محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني عن فريقه ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والانتقال لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، زي ما كتير من التقارير الصحفية توقعت، خصوصا في حال فشل المدرب يورجن كلوب في الوصول بالفريق لدوري أبطال أوروبا. لكن رامي عباس وكيل الفرعون المصري خرج ونفى الكلام ده كله، وقال أنه ده هراء، لم يتم مناقشة الموضوع أو حتى التفكير فيه، وما جاش في بالنا من الأساس عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عشان بكده يقفل كل الشكوك عند الجميع في موضوع خروج صلاح من ليفربول. لكن في النهاية كل شيء وارد. خلصت أخبارنا، تعالوا نروح دلوقتي للجزء الثاني من فقرتنا تعليق في صورة. امبارح اتكلمنا معاكم عن منافسة ميسي ومبابي وبنزيما على ذا بيست، جايزة ذا بيست لسنة 2022، واللي حسمها امبارح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، واللي توج بالجايزة امبارح كأفضل لاعب في العالم لسنة 2022، وده في استفتاء الاتحاد الدولي للفيفا، عشان تكون دي المرة السابعة اللي يفوز بيها ويعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالجايزة. بالظبط، ميسي فاز بالجائزه امبارح يا هند ب 52 نقطه، وجي في المركز الثاني امبابي ب 44 نقطه، وبعدهم كريم بنزيما ب 34 نقطه. ميسي كتب الفصل الاهم والابرز في مسيرته الكرويه خلال الاسابيع الاخيره من سنه 2022، بعد طبعا ما قاد منتخب بلاده للقب المونديال، واللي كان الجزء الوحيد الغايب عن سجل انجازاته بعد ما توج في 2021 بلقب كاس امم امريكا الجنوبيه كوبا امريكا، وهي السبب طبعا في انه امبارح يقف
وياخد الجايزة للمرة السابعة. بنتمنى له كل التوفيق في اللي باقي من مشواره الكروي، وعزقنا طبعا لمشجعين كريستيانو رونالدو. والحقيقة الاثنين محدش يختلف عليهم في كرة القدم، ولما اتسأل ميسي امبارح كويسة؟ ولما اتسأل ميسي امبارح عن اعظم لاعبي في العالم قال اسامي كتيره، لكن ما قالش اسم كريستيانو. فلما المذيع سأله ما قلتش رونالدو ليه، كانت اجابته انه مش محتاج يقول علشان هو جنبه اوريدي في القمه. يعني الراجل خلص كل الحكايه، وان شاء الله بنتمنى لهم طبعا هما الاثنين كل التوفيق. بكده تبقى خلصت فقرتنا الاولى، نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. رجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لتاني فقراتنا المناورة. الراجل والست في البيت كل واحد بيبقى ليه دور معين بيعمله لازم يقوم بيه على أكمل وجه. ممكن يأثر شوية، ممكن حد من الاتنين يأثر بسبب ضغط الشغل أو زحمة الحياة. هنا بقى بيجي دور الطرف التاني إن هو يقومه، إن هو يسد معاه الفجوة اللي ممكن تحصل. لكن في الآخر الحكاية مسؤولية الطرفين. أي زوجين أو أي أسرة بيبقى عندهم أكيد هدف الاستقرار والسعادة وإن حياتهم تبقى زي الفل، لكن في الرحلة دي كل واحد من الطرفين بيبتدي يلوم على الطرف التاني لو حصل عكس ده. فإحنا هنا بقى بنسألكوا، السعادة الزوجية مسؤولية مين، الراجل ولا الست؟ أنت شايفة إن هي سؤال صعب جدا. مسؤولية الاتنين أكيد. جدع. طبعا الحياة كلها يعني مفروض انها مشاركة ما بين الراجل والست، لكن زي ما بيقول الرجالة قوامون على النساء في حاجات معينة، وكمان الستات قوامة عن الرجالة في حاجات تانية مختلفة تماما. بشوف ان الست دايما هي القائد في الامور العاطفية، التوازن اللي بيحصل جوه البيت، لان فعلا الراجل مش مهمل، لا احنا هنقول ان هو بينسى قد هو كمان ما بيعرفش يركز في التفاصيل الصغيره. يعني مثلا لو جبنا مثال مثلا ان الراجل نسي عيد جوازكم، انت طبعا اي ست طبعا هتقلب الدنيا ومش هتقعدها خالص. لكن لو العكس حصل هو بالنسبه له هيبقى الموضوع عادي. ليه بقى؟ لان هنا الاختلاف ما بين الراجل والست، مفهوم السعاده والاهتمام بيختلف تماما ما بين الراجل والست. عشان كده دايما بيحصل اختلاف، ودي النقطه اللي احنا محتاجين هند نركز عليها، ان ما ينفعش احاسب الراجل على حسب ما انا عايزه. هو كائن مختلف تماما، يفكر يعني يفكر غير مختلفه، مش لازم اللي بيبسطني يكون بيبسطه. صح، هي صح. دي النقطه. انت في جمله كده بتقول مؤخرا الاهتمام ما بيطلبش، انت من وجهه نظرك هل الاهتمام بيطلب؟ لا بيطلب. بيطلب. ماشي، يعني انا معاكي على فكره، بس انا استغربت ان في حد شايف غيري ان الاهتمام بيطلب. بيطلب. احنا ده طبعا هنخليه فقرتنا اللي جايه نتكلم فيه اكتر. يعني لكن خلينا نقول انه ممكن اطلب الاهتمام مره ولا او اتنين، لكن لو اللي قدامي برضو مش شايفني خالص اكيد مش هبقى سعيده. مسؤوليه الاستقرار والسعاده الزوجيه للراجل اكيد، يعني الراجل هو المسؤول عنها بشكل مؤكد، وده لان الست بتحتاج حب اكتر، بتحتاج تحس ان اللي معاها بيحبها بيقدر وجودها، ومش لازم توصل لمرحله انها تطلب منه زي كده الفيلم بتاع هند صبري عايزه ورد يا ابراهيم، لان الورد ساعتها مش هيبقى ليه قيمه. بعدين خلينا نقول انه مسؤوليه الست في البيت اكبر بكتير من الراجل. الست شايله العيال، شايله مسؤوليه كامله، شايله البيت مسؤوليه كامله بكل تفاصيله، طلبات البيت، طلبات جوزها، اوقات بتبقى بتشتغل كمان عشان تساعد في البيت، فهي بتبقى شايله كل ده، وهو عايز يرجع من الشغل يحط رجل على رجل ويلاقي قدامه كده قمر وشكلها حلو وشعرها حلو. ازاي؟ حاجه صعبه. بصي، في حاجه كده اسمها لغات الحب الخمسه، يعني كل واحد ليه لغه الحب بتاعته او الطريقه اللي يحب الطرف الثاني يعملها علشان يحس فعلا بالحب ده، واللي بالنسبه له بتمثل مشاعر كبيره وقيمه كبيره. وانا شايفه زي ما قلت ان الفارق دايما في ان محدش بيبذل المجهود في انه يعرف التاني عايز يتبسط ازاي. فلو انا اللي قدامي ما بذلش مجهود عشان يعرف انا عايزه اتبسط ازاي او هرضى ازاي او بحب ايه، انا هضطر اقول، يعني انا هبتدي اقول. بس انا وجهه نظري ان القوله دي تبقى في بدايه العلاقه، يعني مش هفضل اقول طول العمر. يعني كل واحد بيبقى ليه هديه معينه عايزها حلوه لنفسه، لكن بالنسبه لي لو انا هفضل اقول كل مره انا عايزه ايه زي ما هند بتقول كده، هيبقى الموضوع بالنسبه لي ملوش اي لازمه.
احنا بندي فرصه مره واحده استاذه هند صح؟ انا بدي يعني بتاع 13 كده. ده حلوين قوي يعني في الرينج بتاع 13 بس يعني يعني خلينا نقول برضو انه ممكن يعني اللي بيحبك ده يقعد يلف بلاد الدنيا كلها علشان يعمل لك اي حاجه تتبسط بيها من وجهه نظره، لكن انت بتبقى عايز حاجه تانية او بتبقى عايز حاجه اقل. يعني ممكن راجل يروح يجيب لمراته هديه غاليه جدا بس هي مش عايزه الهديه دي، عايزه كلمه حلوه. فعشان نحل بقى الجدل ده ونعرف السعاده الزوجيه مسؤوليه الراجل ولا الست، هيكون معانا بعد الفاصل الراي والراي الاخر، هنسمعهم ونشوف مع بعض مين المسؤول عن السعاده الزوجيه. استنونا. ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرتنا القوية جدا ضربة حرة. موضوع ضربة حرة النهاردة هيكون عن سؤال السعادة الزوجية مسؤولية الراجل ولا الست، وبدل ما نرمي اللوم على طرف منهم ويطلع مظلوم، هيكون معانا النهاردة دكتور إنجي دهشان استشاري العلاقة الزوجية، والدكتور عماد طلعت استشاري التنمية البشرية، وكل واحد فيهم هيكون ليه رأي مختلف هنسمعه ونشوف مين فيهم هيقنعنا برأيه في النهاية. زي ما انتم متعودين القرار في الاخر هيكون ليكم، احنا بس بنطرح الموضوع وانتم تشوفوا ايه اللي هيناسبكم. طبعا اهلا بيكم. اهلا بيك. نورنا يا دكتور. نورك نورك. نورنا يا دكتور. انا عايزه ابتدي بحضرتك سؤال حلقتنا النهارده، طبعا السعاده الزوجيه مسؤوليه الرجل ام الست؟ بصي، هي السعاده الزوجيه مسؤوليه الاثنين، بس تمام. خلينا نقول ان الست رد فعل مش فعل، يعني هو الراجل بناء عنه الست بتبقى رد فعل. احنا فاهمين العكس، احنا فاهمين ان الست هي النكديه، لا، الست هي بجد مصدر السعاده. الست هي الام، الست هي الحنونه، الست العطوفه، الست هي خارجه من الرجل، فهي جزء من الرجل، فهو اللي مسؤول عنها. انا اشتريت انا داخله عجبتني، مع ان في حاجات معينه، بس برضه عايز اسمع راي الدكتور. شوفي، هو انا اتفق مع دكتور انجي في حاجه، ان المراه هي رد فعل، ان من ضمن صفات الرجل هي المبادرة. المبادرة يعني يكون مبادر، يعني نقول مثلا الفرق بين الرجل والذكر، الذكر دي حاجة فيسيولوجي ولكن أو بيولوجي، لكن الرجل هو هنا واحد يكون عنده صفات معينة، صفات أما المبادرة، ولكن المرأة هي رد الفعل. ما يكون رد الفعل؟ يعني رد الفعل هو هنا القدرة على إعطاء الحب، القدرة على إعطاء الاحترام، القدرة على إعطاء التقدير. هل رد الفعل بيكون موازي للمبادرة؟ إذا افترضنا أن الراجل هو مبادر، مبادر بإطفاء جو السعادة، مبادر بوضع قوانين السعادة، مبادر بالاهتمام بالزوجة، هل الزوجة هنا هيكون رد فعلها موازي لهذه الطاقة العاطفية الجميلة ولا لا؟ ولا الست المنتشر قوي على السوشيال ميديا اللي هي لو كنت بتهتم كنت عرفت لوحدك، هل دي تمثل قاعده كبيره؟ مش عايز اقول قاعده كبيره قوي من السيدات، ولكن في ظروف النهارده فعلا في نسبه كبيره من السيدات بهذه العقليه. طيب قبل ما نتحرك بقى في الحلقه ونتنقل لاسئله ثانيه، عايزين نعرف ايه الفرق بين عقل الرجل وعقل المراه؟ ما يميز الرجل وما يميز المراه؟ دي هتوضح لنا كتير قوي من المسؤول عن إدارة الحياة الزوجية وقيادة الدفة، ومن المسؤول إن هو يكون معاه المجداف إنه يوصل لشط الأمان وشط البر اللي احنا مستنينه. الفرق بين عقل الرجل وعقل المرأة، عقل الرجل أشبه بالصناديق، الصناديق المختلفة. يعني إيه المختلفة؟ يعني عنده هنا زي الفايلات كده، صندوق للعمل، صندوق للعلاقة الزوجية مع زوجته، صندوق للأصدقاء، صندوق للحاجات الرياضية، ما لو مهتم بالكرة، صندوق لكل دي فايلات. هو لما يكون مركز في حاجة لوحدها، أي صندوق بيتفتح منهم بكل تركيزه، مش معنى كده أنه مهمل الزوجة، على الزوجة أنها تفهم وتعي ده. إيه اللي يخلي الزوجة غالبا ما بتفهمش ده؟ لأن عقل المرأة مختلف تماما. عقل المرأة أشبه بالشبكة العنكبوتية، زي الإنترنت كده. يعني تعرف البيتش. كلام اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا ومفيد جدا وهنستفيد منه، بس هنخرج فاصل ونرجع نكمل تاني. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم، استنونا. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم منورتنا أو نقاشنا عن مين المسؤول عن السعادة الزوجية. معنا دكتور إنجي الدهشان ودكتور عماد طلعت استشاري الصحة النفسية، برحب بيكم. عايزين نرجع تاني نكمل كلامنا عن
الاهتمام بيطلب ولا ما بيطلبش؟ يمكن دي نقطه لحضرتك كنت واقف عليها. احنا كنا وقفنا عند الفرق بين عقل الرجل وعقل المراه، وقلنا لو كل الطرف فهم ده عن الاخر الامور تختلف كتير قوي. قلنا عقل الرجل ملفات مختلفه، لان بركز في حاجه واحده خلاص ما اقدرش اركز في الحاجه الثانيه. اما عقل المراه فهو شبيه بالشبكه العنكبوتيه اللي هي شبكه الانترنت، يعني البيج قدامك في حاجه كتير قوي قوي، ادمن مش عارف ايه والايه فايلات وايه البوست ايه كل ده. الست تقدر تعمل ده في وقت واحد. عارف فاكره الفيلم مشهد بتاع فيلم لبلبه بتاع مسعود لما ماسكه التليفون وشايله الطفل على ايديها؟ أيوة وتتكلم أيوة في التليفون، أيوة يا مسعود تعمل 50 حاجه ويا واد اسكت. الست تعمل ده وتفتح الباب بتاع الكهرباء عشان تطلع له الفاتوره. الراجل ما يقدرش يعمل ده. الراجل لو مشغول مع اصدقائه مثلا بيتفرج على ماتش الاهلي مثلا ومركز، وقت كلمته تقول له انت مش مركز معايا ليه؟ هو مش قاعد مش مركز معاها، هو مش قاعد، هو فاتح الفايل. تبدا انت عايز تقول يا دكتور يعني ان الراجل محدود؟ عايز تقول كده ان هو محدود؟ عايز تقول ايه؟ لا 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 لا، هو الراجل فيه ملفات كتير قوي في عقله، وتفكيره بيبقى دايما في الملف المفتوح وقتها. هي الفكره بس يا دكتور ان الموضوع ده محتاج حلقه. احنا يعني النهارده بس تحديدا محتاجين نجاوب على السؤال ده، مين مسؤول عن السعاده؟ طيب في البيت راجل ولا ست؟ انا هقول لك الاهتمام بيطلب ولا لا؟ اقول لك يا اميره انا هقول لك حاجه وانت اللي تقولي بقى ساعتها. اتفضل. المسؤول عن علاقات الرجل والمراه حاجه اسمها ايموشنال انتليجنس، الذكاء العاطفي. تمام. المراه تمتلك علميا الكلام ده طبعا 4 أضعاف الرجل في الذكاء العاطفي. الله اكبر. يبقى مين هو القادر على اسعاد الاخر؟ حضرتك شايفه هو الست المتكاسل. شوفي هي هرجع للكلمه اللي قالتها دكتور انجي في بدايه الحلقه، وهي كلمه رصينه جدا ومعتدله، وهي فكره حل. السعاده مسؤوليه الاثنين، ولكن من يتحمل المسؤوليه الاكبر؟ الست. المراه. حلو. هرجع لحضرتك. هكمل وهشرح ليه. هرجع لحضرتك. حضرتك شايفه انه المراه هي رد فعل. طيب الاهتمام، هل المراه من ضمن رد الفعل ان هي تطلب الاهتمام؟ بصي مهم جدا موضوع الطلب ده والاهتمام. الست بتحب الاهتمام. لو الرجل فهم ان الست بتحب الاهتمام زي ما الدكتور قال ان كل واحد ليه عقل وليه طريقه تفكير، اكتر حاجه مدخل سر من اسرار السيدات الاهتمام. انا لما ليه احنا 2 صحاب بنحب بعض؟ عشان بهتم بيكي، عشان انا فاهمه ان الاهتمام ده حاجه مهمه. يوم ما الاقيكي تعبانه واتصل بيكي في التليفون يقولك عامله ايه اخبارك يا حبيبتي، لو جوزها رجع من بره لقاها تعبانه وقال لها ما تقوميش انا هقوم احضر العشاء، بالنسبه لها ده حاجه كبيره جدا. هو فاكر ان ده تأثير منها، هي مش قادرة تقوم تحضري العشاء. لكن لو هو بس حضر لنفسه العشاء، قام خد البيبي من جنبها وشال وخلاها تنام 2 ساعة حلوين، طبطب عليها، جاب لها لو هي تعبانه جاب لها مثلا ليمون بالنعناع، جاب لها ميه سخنه، اي حاجه وحطها جنبها، قد ايه الست بتتاثر من الحاجات دي. الراجل لو خد باله بس وعرف زي ما الدكتور قال ان احنا تفكيرنا مختلف تماما عن الراجل، فيفكر بدماغي مش بدماغه. الراجل بيفكر بدماغه وبيستنى رد فعلي. النقطة بقى التانية المهمة جدا ان الست تطلب بصراحة، ما تتكسفش وما تستناش هو يعمل لي. انا النهاردة تعبانة مش هخش اطبخ يا حبيبي، معلش هنجيب اكل من بره، معلش هنعمل اي حاجة بسرعة، هشوح شوية كبدة. لا بس دكتور هو مش ده الاهتمام اللي احنا بنتكلم عليه، احنا بنتكلم عن النوع التاني الاهتمام اللي هو جيب لي هدية، اقول لي كلمة حلوة، اقول لي ان شكلي حلو، الحاجات دي، هل دي حاجات بتطلب؟ دي لغات حب. هل دي بتطلب؟ حلو قوي. هي احنا هنروح بقى لسؤال بقى، ايه لغه الحب؟ كل واحد فينا ليه لغه حب. لا مفيش حاجه اسمها بتناسب الست. يعني ايه اكتر حاجه هي بتتبسط بيها او هو ده اللي انا بقى لازم اقدمه لها؟ كل السيدات لو عملنا سيرفي وسالناها اول حاجه تقول لك الاهتمام. بس مش عايزين نعمم، لان في لغه حب بالنسبه لي انا فلوس، في لغه حد تاني بالنسبه له هديه، في لغه حب بالنسبه له كواليتي تايم الوقت كويس، في واحده تاني تحب التلامس. كل واحده ست ليها لغه الحب بتاعتها. صحيح. فمش ما نقدرش نقول ان احنا كل السيدات لينا نفس اللغه. كل واحده فينا على جوزها لو عايز تبقى الحياه سعيده وتبقى هي مصدر سعادته ان هو يعرف لغه الحب بتاعتها، هتاثر عليه جامد جدا. صحيح. هاخد منها خيط حلو قوي يا دكتور انجي. لغه الاخر، هو في حاجه في البرمجه اللغه العصبيه نيورولوجيستك بروجرامنج، هو احدث العلوم في مجال علم النفس، تقول ان الناس متقسمه 3 أنواع بصري وسمعي وحسي. الاثنين رجل او مراه، الشخص البصري او الشخصيه البصريه بيفرح قوي بالحاجه اللي فيها ملموسه، حاجه نقول شكلها حلو بالظبط، وفيها نوع برضو ماديه شويه. الانسان البصري انسان متوهج كده حركه كتير. الانسان السمعي او الشخصيه السمعيه تميل اكتر لده، انها تسمع
اكتر شو اكتر سبب وسامي او حسي او الاثنين يعني في ميكس ممكن الاثنين في رجاله كده بس درجه اقل شويه من اقل ما بقولش ان ما فيش السمع اللي هو يميل اكتر للغه الاذن يسمع يسمع كلام حلو يسمع كلام عاطفي الحسي اللي هو بيحس قوي اللي هو يعني لو اتنين بعيد عن بعض لو واحد بصر من جزء واحده حسيه اخبار بالله انت بتحكي حكايتك تعمل لي كده لكن هو لازم يعرف ان زوجته دي حسيه يعني ما بتحب تسمع اغنى عاطفي بتحب تتفرج على فيلم رومانسي ما يقولش ايه الكلام اللي عدى عليه ما بقاش موجود الكلام ما يسخرش منها يعرف هي بتميل اكتر للمسه الايد الحنينه للطبطبه الحلوه ولا الهديه زي ما قال الدكتور ايجم وحسب الشخصيه اللي قدامه وليه مش الاثنين يعني هو لا. ليه لا يعني مش التلاتة طبعا بس لا انا عايز اقول لك ان في ساعات زي ما بنتكلم مثلا فاقول لك التحفيز في من مادي ومعنوي واحد في انهم لوحده ما ينفعش يعني ممكن هديه حلوه لكن تتقدم ازاي طبعا تتقدم انا جايب لك احلى حاجه في الدنيا ها بقى وريني بقى تبسط ولا لا في فرق بين الهديه تقدم وجنبيها لمسه حنينه دي نقطه مهمه جدا وكمان يا دكتور من غير اقطع كلام حضرتك في ناس في رجاله بيجيبوا هدايا بعد مثلا ايه يبقى مقصر واسلوبه وحش طول الشهر ووشه زي الزفت وبومه في البيت وفجاه يروح جايب هديه ومطلوب انه هي هديه اول ما تيجي ايه ده هات الهديه تبسط قوي المفروض هي زرار تبسط تبسيطات عايز اقول لك انت قلتي حاجه خطيره قوي لان انا اتفاجئت بواحد يعني من الدكاتره الكبار بيتكلم بيقول ان اهم حاجه الاحترام ماشي انا متفق لكن الحب ممكن تشتريه بهديه الجمله دي ما عجبتنيش ضد المنطق ده دكتور كبير ضد المنطق اللي حضرتك بتقوليه ده المنطق الصح اللي هو فكره ان لازم يكون في تجاوب في ود ايه هديه تقدم يعني ايه اشتري الحب بهديه مصطلح نفسه وفي دكاتره بيقولوا الكلام ده وبيكرروه مش عارف هو عايز يعمل مقارنه ان الاحترام اهم من الحب لكن بتخونوا المساله شويه انا هرجع بقى لجزئيه مهمه جدا فكره نفهم بعض ازاي في بعض الكوتشينز اتعملت ل تحليل احتياجات الرجل واحتياجات المراه فكان الكونكلوجن او النتيجه بتاعتها قالت ان في احتياجات للرجل واحتياجات المراه بشكل شبه عام اهم احتياجات المراه هو الامان الامان هو الامان النفسي والامان الجسدي والامان المادي الامان الجسدي ان هي ما تتعرضش للايذاء يعني ما يكونش زوج مثلا من النوع اللي هو بيمد ايده وبيغلط والامان النفسي اللي هو الاحتواء والامان المادي ان يبقى فيه حاسه ان هو مسؤول عنها مسؤوليه ماديه كويسه ده احتياجات المراه طب احتياجات الرجل اهم احتياجات الرجل هي التقبل تقبل والاحترام والتقدير يعني احترام الزوجه ليه يعني لو بصينا كده نبص لقى المراه محتاجه الامان النفسي والامان العاطفي والامان الامان ده كلمه كبيره كلمه مش سهله ان هي لو حصل لها اي حاجه يعني انا مره كنت بتكلم مع زوجه بتقول لي انا لو انا كده كويس قوي انما لو تعبت في الامان مش هيستحملني يعني حضرتك من وجهه نظرك شايف انه الراجل محتاج من الست التقبل والاحترام ودي طبعا. لغه الحب بالنسبه للراجل التقبل دي كلمه على فكره كبيره طبعا وكلنا محتاجين تقبل من بعض زي ما انت بعيوبك ومميزاتك ما هيش انا هرجع لحضرتك بس عايزين نعرف راي الدكتور في الكلام ده برضو عايزين نعرف راي حضرتك بصي احنا ممكن ندي مفاتيح لساده الجمهور سهله وبسيطه جدا فلان. في اي مشكله هتقابل يعني احنا صحينا من النوم اتخانقنا اوكي او لما اتخانق واعرف انا اتخانقت ليه اعرف هو ايه اللي ضايقني عشان اتخانق ده للست الراجل بيعمل حاجه ولازم الست تفهمها كويس قوي انه اول لما بيحصل خناق بيهرب دي حقيقه ليه؟ لانه زي ما الدكتور قال هو عنده ملفات هو في ملف واحد فتح دلوقتي في خناقه فهو مش قادر يفهم ان الست زي ما الدكتور بيقول ان هي عندها ممكن تفكر في الخناقه وفي البيبي اللي بيعيط وبكره هناكل ايه والفريزر مش عارفه حصل له ايه ودي امكانيات الست فالراجل بيحصل ايه انا ههرب اول لما بيهرب الست بتحب تتكلم لازم النهارده اطلع الطاقه اللي جوايا اوكي يبقى احنا هندي مفتاح للراجل لو سمحت لما يحصل خناقه مش ما تهربش عشان هو لو هرب ده ما هربش ده هيضايقه بس افهم ان الست محتاجه تتكلم والست تفهم ان الراجل محتاج يهرب فساعتها بنروح واقفين لثانيتين مديين للست طاقه ان هي تعرف تتكلم والراجل ان هو الست بعارفه انه هيهرب لو اللينك ده بس حصل في اللحظه الاولى للطرفين هيهدوا واول لما الطرفين يهدوا هيبقى في حوار
ده أول حاجة. يعني أي حد هيحصل له أي مشكلة بس أستوعب إن الراجل اللي قدامي ده عايز يهرب، مش عايز يهرب مني، هو طاقته كده، هو إمكانياته العقلية كده، هو ربنا خلقه كده، هو ما بيحبش يواجه، لأن أنت هتفتحي له ديشليون ملف. صحيح. انت اتخانقت امبارح، انت اتاخرت اول امبارح، هنجيب الماضي والحاضر وهنجيب كل اللي ايه اللي فات واللي عدى. خنتني من 13 سنه انت هتخني ده الجديد. انا في حاجه فعلا عايزه اسال حضرتك عليها. هل الست المفروض لما، طبعا احنا عارفين انه اغلب الستات بتعدي الخيانه، هل المفروض الست بعد ما تعدي الخيانه لما يجوا يتخانقوا بعد 5 سنين او 10 سنين تفكروا باللي هي عدته، ولا طالما عديتي عشان كده هي بتعدي؟ طب ايه الصح؟ ان هي ايه الصح؟ ان هي كانت تعدي اصلا، ولا ان هي ما تعديش، ولا ان هي ما تعدي ما تتكلمش في ده تاني؟ اول لما تلاقي خيانه تهدى تماما تماما وتبتدي تفكر هي عايزه ايه، لان في ناس بياخدوا رد فعل خراب البيت وهي بتبقاش عايزه تخرب بيتها، وفي ناس بيطنشوا وهي بتبقى عايشه عذاب، وفي ناس تانية بتقول اهو راجل واحنا في مجتمع وبتاع، وده بيدمرها طبعاً. نفسيا وبيجي لها امراض. احنا الجسم بتاعنا بيتكلم معانا بطريقه مرضيه. دي حقيقه. طب دكتور، يعني حضرتك دلوقتي بتتكلمي عن مسؤوليات الست وان هي عندها مالتي تاسك وتقدر تعمل كل حاجه، طب مش ده يخلينا نديها الحق ان الراجل يبقى برضو مسؤول عن سعادتها؟ يعني هي ليها كل الحق، بس معلش هي ليها يعني مع كل الحق. المسؤوليات دي والطاقه اللي ربنا اداها لها، بس مش معنى اللي ربنا اداها ان هي ليها كل الحق. عشان في سوره اسمها سوره النساء، عشان احنا الام، عشان احنا اللي بنجيب الجنريشن، عشان احنا اللي بنعمر الحياه. الرجل احنا خارجين منه، لو انا فهمت وهو فهم ان هو لازم يحتويني عشان انا جزء من، زي البيبي ابنك او بنتك جزء منك. صحيح. بتعمليه ازاي؟ الرجل المفروض يعامل مراته زي بنته بالظبط. يا دكتور. طيب لا دكتور. انا هنا هقف وقفه صغنونه قوي. انا متفق مع دكتور انجي في حاجات كتير قالتها، وكنت عايز بس حق في حته زي بنته دي هبدا بيها. انا كنت عايز اتكلم عن قوانين للحياه الزوجيه بس دي هبدا بيها. معلش اخلفك بقى دكتور انجل، اول مره في الحلقه نختلف مع بعض. اختلاف بسيط. ان ساعات في العلاقه الزوجيه من ضمن الحاجات اللي بتهد السعاده بتاعتها اختلاف احتياجات الزوج. يعني في حاجه اسمها مشاكل زوجيه المفروض يبقى في اتفاق، يعني مشاكل زوجيه العامه، مشاكل اي علاقه زوجيه اتفاق لما يحصل خلاف هنعمل ايه، يكون في نوع مع بعض كده زي اللي بيرسم بلان او خطه. لو افترض هنتخانق لازم نتخانق، عارفين ان احنا هنختلف، مش في يحصل شد وجد، طب هنعمل ايه؟ يا ترى هنغلط في بعض قوي، يا ترى هتستحمليني هستحملك، طب الموضوع كبير قوي، هل هندخل طرف ثالث؟ ومين هو الطرف ده؟ مش اي حد بقى. من خطوره، ودي نقطه الست اكتر فيها من الراجل، بتلجا للفضفضه لصاحبتها اللي هم يعني ممكن يكون فيهم كتير قوي. نسمع ان في واحده تدخلت في الاخر هي اللي اتجوزته. بتحصل كتير. مش حاجه. فافضفض لمين واحكي لمين؟ دي نحددها. ما تخليش بيتك مشاعر لكل الناس. دي نقطه مهمه جدا يا دكتور. الفضفضه مهمه جدا طبعا، نتفق على الاطار ده. طيب في حاجه تانية بقى اسمها المشاكل الخاصه. يعني ايه المشاكل الخاصه؟ مشاكل خاصه للزوجه، مشاكلها هي الفرديه مالهاش علاقه بالمشاكل الزوجيه. بمعنى يعني واحده وهي صغيره نتفق ان من اول 7-8 سنين بيشكلوا حاجات كتير جدا في حياه الانسان وسلوكه. هي كان حاجه من اتنين، يا اما الاب كان عنيف زياده عن اللزوم وتربية صارمة قوي، فهي هنا في احتياج لزوج أب في نفس الوقت. ما نقدرش نقول الزوج يقدر يعمل ده، هو هيعملها كأب درجة ما، ولكن هو زوج. طبطبة الأب غير طبطبة الزوج، اسلوب كلام الأب غير اسلوب كلام الزوج. هي عايزاه كأب، دايما بتنظر له كأب، بتدور على الحكاية دي فيه انها تعوض الحنان المفقود من الأب، فبتطلب منه حاجات هو ما يقدرش يعملها. يعني او العكس يعني ايه يا أميرة؟ العكس يعني في أب يبقى حنين زيادة عن اللزوم. الفكره اللي هي انا مره واحده بتحكي تقول لي انا بابايا كان لما برجع من الكليه تعبانه وبنام يجي يقلعني الكوتشي ومش عارف ايه، وزوجي ما بينش. قلت له زوج ده اب ماشي، هو حنين زي انت عايزه من زوجك يعمل كده؟ صعب. فهي يا اما الاب العنيف قوي القاسي جدا، او الاب الحنين قوي 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 اللي هو زياده عن اللزوم، فينتج عن ده ان هي عايزه حاجه من اتنين من الزوج. ان يبقى بديل الاب، الزوج مش هيبقى بديل الاب، الزوج زوج. بيقدم جزء. خلينا اتفق بس مع دكتور انجي، ولا الزوجه هتبقى بديله الام؟ طبعا ما كانش الاثنين يتجوزوا بحب الام الغير مشروط. عارفه بس الرجاله ما بتطلبش غير كده يا دكتور. اقول لك عارفه هند، النكته المنتشره يقول لك انا عايز ابقى زي ماما، انت عايزك ابقى زي بابا. طب ما اتجوزت ليه؟ كل واحد كان فضل في بيته بقى. بالنسبه لي علاقه مريضه جدا بالظبط. فالمشاكل دي المفروض تروح تتعالج.
يعني ما تعالج يعني ايه؟ يعني تقعد مع حد متخصص. يعني دي مش مشاكل زوجيه. ده احنا كده كل الرجاله هيروحوا يتعالجوا. احنا برضو عايزين كده كل الرجاله يروحوا لدكتور. يعني عايز اقول ان المشاكل فعلا المشاكل الخاصه بالانسان نفسه حرام تتحمل كعبء او كلود على الحياه الزوجيه. انت ليك مشاكل خاصه، ليك مشاكل تبقى تقعد مع حد متخصص يحلها لك. ولكن المشاكل الزوجيه المتطلبات هنا بتبقى زايده قوي عن طاقه الراجل والست. احنا يعني الوقت بتاعنا بيخلص، فكنت محتاجه بس الدكتور ترد على كلام حضرتك. بص حضرتك انا مقتنعه بكده، بس انا لما نيجي نطلع بره الصندوق ونتفرج على الرجل والمراه هنلاقي ان الست كائن ضعيف والراجل كائن قوي، ده جسديا. عقليا الست ممكن تبقى قويه والراجل يبقى قوي، فهما بقوا ايكوال. لكن لما الراجل يفتكر ويبص عن الست دي ان ربنا اختارها له، لان هي طالعه من ضلعه، يعني طالعه جزء منه حته منه، هيتعامل معاها بحنيه. والست لو الراجل اتعامل معاها بحنيه وبقى خايف عليها وبقى يديها اللي هي عايزاه، هي هتدي له عينيها، لان هي عندها طاقه العطاء، عندها طاقه العطاء عشان هي ام، هي ربنا خالقها بتدي من غير ما تاخد بالها، هي معطاءه. فبس هي محتاجه الوعاء بتاعها يتملي عشان تعرف تدي. لكن لو الوعاء بتاعها فضي عمرها ما تعرف تدي، هتفضل على طول عطشانه. اوكي احنا طبعا بنشكرك جدا يا دكتور، وبنشكر الدكتور برضو على الموضوع. عايز وقت كبير بس احنا للاسف وقتنا خلص. يعني معاكم ان شاء الله في حلقات تانية نقعد نتكلم باستفاضه اكتر. وطبعا لكل مشاهدينا دي مجرد اراء، انتوا في النهايه اصحاب القرار. دلوقتي خلصت فقرتنا، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. رجعنا لكم مره تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لفقره استوديو الحريفه. تعالوا بقى نروح دلوقتي لمباراه الاهلي اللي هتتلعب النهارده مع الداخليه، وهنتكلم عن التشكيل، هنتكلم عن اللعيبه وعن المباراه. ومعنا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير محسن لمنوم، واللي هيكلمنا عن مشوار الاهلي في البطولات اللي بيشارك فيها ورؤيته ل الحفلة بتاعة مين الأفضل امبارح وفوز ميسي بالجائزة. أستاذ محسن برحب بحضرتك، منورنا. أهلا بحضرتك. عايزين نبتدي خلينا نبتدي بحفلة ذا بيست ورأيك في اختيار كل الجوائز، يعني لكن بالأخص ميسي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الاختيارات امبارح أو الجوائز امبارح في ذا بيست كانت منطقية تماما، لأن هي السنة دي سنة مونديال. صح. يعني الناس كتير كانت بتتكلم مثلا عن إيه لعيبه ريال مدريد شويه اتظلمت، ده صحيح، لكن هو يعني مشكلتهم ان هم في سنه مونديال بتيجي كل اربع سنين، فالبطل في الغالب بيستحوذ على جوائز البطوله. طبعا كانت منطقيه تماما ان لعيبه الارجنتين او اغلبهم طبعا مارتينيز حارس المرمى والمدرب سكالوني وميسي طبعا السبعه، لكن حصل طبعا المره السابعه على الجائزه ذا بيست. لكن انا في وجهه نظري، بعيد بقى عن ميسي والكلام ده كله، انا في وجهه نظري الاكثر استحقاقا واللي كان يستحق بصراحه يعني الكلام الكتير انه ياخده اللي هو المدرب سكالوني. سكالوني طبعا ميسي يعني ما فيش كلام عليه، غير عليه اصلا زودها في موضوع الجوائز بالظبط. هو لسه طول ما هو بيلعب هياخد جوائز. لكن سكالوني، لان هو سكالوني يعني الناس كتير مش واخده بالها، او الناس بتقول لك انه مجرد انه مدرب الارجنتين اللي فاز بكاس العالم فخلاص ياخد الجائزه، لكن لا، هو تولى المسؤوليه في ظروف صعبه جدا. لما منتخب الارجنتين خسر في كاس العالم 2018 في روسيا في دور ال 16 من فرنسا 4-3، وخرج من البطوله اتشال الجهاز الفني، وهو كانت ساعتها ظروف صعبه جدا. تخيل هو اتصعد من واحد احد افراد الجهاز الفني لمدير فني للفريق للمنتخب، وعنده يبقى خسران كاس عالم، خسر اثنين ورا بعض، المنتخب كان خسران اثنين ورا بعض كاس كوبا امريكا في الارجنتين قدام تشيلي الاثنين، وكمان ليونيل ميسي اللي هو افضل لاعب في الفريق وافضل لاعب في العالم اعلن اعتزاله. يعني كانت الدنيا سودة تماما في منتخب التانجو، بل بالعكس كمان المدربين الاخرين الارجنتينيين ما سابوش في حاله. يمكن كان اكتر تصريح بصراحه كان سيء جدا اطلقه الراحل طبعا العظيم مارادونا، لما قالك ده مش قادر على قياده حركه المرور زي كنت حركه المنتخب الارجنتيني، ومع ذلك قدر يرجع ميسي
من الاعتزال او يقنعه من الاعتزال. قدر ياخد كوبا امريكا السنه اللي فاتت وعلى من البرازيل على ارض البرازيل وما ادراك ما البرازيل والارجنتين طبعا ده الديربي الاكبر في امريكا الجنوبيه وراح متوج ده بكاس العالم اللي خده في الارجنتين. فطبعا انا في وجهه نظري يستحق اكتر هو سكالوني المدير الفني اللي امبارح بالمناسبه قبل حفل الزابست جددوا له لحد 2026 فده بصراحه شيء رائع جدا. طبعا كلهم يستحقوا في ناس كان ممكن تاخد زي لعيبه ريال مدريد لكن طبعا دي سنه المونديال فبتميل اكتر للمونديال وطبعا زي ما تحركم سكالوني هو في وجهه نظري الافضل في هو ياخد الاستحقاق الاكبر في جوائز زابست يعني. طيب استاذ محسن حضرتك اول صحفي تعمل لقاء مع كريستيانو تمام كلمنا بقى عن اللقاء ده وكان عامل ازاي وايه يعني احكي لنا عنه يعني ده كان من 2014 كان في من 8 سنين كان في عز مجده طبعا في ريال مدريد وقتها انا فاكر طبعا وما زال لحد دلوقتي بصراحه صعب اللقاء مع اللقاء بيس طبعا رتبته قبلها بسنه كنت بقى بتواصل مع المسؤول الاعلامي من نادي ريال مدريد هو على فكره صديق شخصي وما زال حتى معايا لحد دلوقتي بنتكلم على طول بعد اي ماتش على الواتساب يعني فتواصلت معه قال لي صعب جدا بس يعني نحاول يعني خلينا كده ما بيديش يعني للعالم يمكن كانت فرقت معانا حاجه واحده ان هو خد في السنه دي جائزه الكره الذهبيه البالون دور وما كانش بياخدها بقاله فتره كان ميسي هو اللي مستحوذ فخدها ويومها انا فاكر لما خد الجائزه بكى فرحت انا عامل له تمثال فرعوني براس رونالدو يحمل الكره الذهبيه وبعتها له بقول له انا عملت له دي فهو كان طبعا النصيب بقى حصل قال انا بقول انا قاعدين في سويسرا ورونالدو قاعد بيتغدى جنبي فشاف البتاع قال لي خلاص تعالى احدد لك ميعاد تيجي الجبهه فخلاص لقط الطعم زي ما بيقولوا وانا خدت الحوار شطاره الصحفي بقى لا توفيق ربنا طبعا الحمد لله فعشان كده دي طبعا علامه فارقه هو مازال يعني سبحان الله يعني ما زال قطب بصراحه هو وميسي قطب الكره المتعه الكرويه في العالم ويمكن حتى اعلى تسويقيا والبزنس عنده عالي شويه عن ميسي رغم موهبه ميسي الاكثر منه شويه لكن طبعا مروحه بقى السعوديه ده قصه ثانيه هنتكلم فيها بس احنا قبل ما احنا عايزين نتكلم عن الاهلي النهارده ماتش الاهلي والداخليه بس قبل ما نتكلم للاسف تاكيد اصابه لاعبنا خالد عبد الفتاح بجزع في الرباط الداخلي للركبه وهيغيب مبدئيا للاسف لمده اسبوع ربنا يرجعه بالسلامه يا رب ويبعد عننا الاصابات وطبعا الاصابات للاسف بسبب ضغط المباريات خلينا نقول ان هو حاجه طبيعيه يعني او حاجه متعودين عليها كل موسم زي ما بيقول يمكن الناس كانت بتتكلم اكتر وتقول لك مستشفى الاهلي بحكم كثره الاصابات لكن انا عايز اقول ان ده قدر النادي الكبير يعني الناس ايه انا ضد شكوى النادي الاهلي من ضغط المباريات لسبب واحد لان ده نادي كبير عندك سكواد كبير تقدر تعمل عمليه التدوير بتدمير اللعيبه طبعا هو مرهق انا متفق على ذلك لكن لما نقول مثلا الاهلي بيلعب في الدوري المصري وبعدين ومثلا ايه راح طالع كاس العالم للانديه مش مجرد لعب بطوله مجمعه في المغرب لا يا جماعه ده هو كان قاعد في تطوان تبعد ساعه عن طنجه راح لعب مدرسه اخرى لعب اربع مدارس باربع قارات وبعدين رجع على تطوان بعدين رجع تاني على طنجه لعب كتير الناس لا تعلم عنها شيء لا ما هي الناس شايفاها بس ما حدش بياخد باله وبعدين طلع من طنجه الى الرباط تقريبا سفر اربع ساعات او خمس ساعات يمكن اربع ساعات وهناك قابل مدرسه مختلفه اللي هي المدرسه الاوروبيه ريال مدريد وبعدين رجع تاني على طنجه عشان يقابل مدرسه رابعه اللي هي فلامينجو البرازيلي كل دي مدارس وجهد ذاتي وتركيز تاني وبعدين جاء من ده كله راح جاي على مصر وبعدين راح اجازه يومين وبعدين طلع على السودان في سفر اخر عشان يلعب عشان كده الاهلي كان مستواه في مباراه الهلال كان سيء تماما معذور انا بعذوره تماما في المباراه وبعدين رجع من السودان على اسوان لعب مباراه مع اسوان قدر يفوز بها وبعدين رجع تاني اصطدم بفريق هو اقوى فريق حاليا في دور الابطال بين كل 16 فرقه بصراحه افضل فريق صن داونز فريق كره ممتع حقيقي. جدا اعتقد الاهلي ما كانش سيء قدام هذا الفريق الاهلي كان رائع جدا صحيح. لا انا مش بجامل الاهلي لكن الحقيقه الاهلي كان رائع جدا قدر يعمل يعود بعد المباراه بل بالعكس كان ممكن كمان يتاخر بهدفين لكن هو قدر يعود في النتيجه بعد اهدار ضربه جزاء قدر يعود وقدر يتقدم لكن طبعا قدامه فريق كوره ففي النهايه دي كره قدم ومش مشكله خالص ان الاهلي تعادل برضه ماتش صن داونز ده كان فيه اهدار كتير جدا لفرص مؤكده صحيح بس هو كانت الناس بتقول ايه كانت الناس بتقول في الحته دي النادي الاهلي على الاقل المباراتين بتاع صن داونز ياخد منهم اربع نقاط مفيش اي مشاكل اعكس الايه انت تعادلت فكره روح فوز في جنوب افريقيا او على الاقل تعادل ولا هي حسابات اخرى ما زالت فرص النادي الاهلي في بطوله افريقيه بايده ما زالت بايده ان فاز في بطوله في دور في عفوا في الجوله الرابعه على صن داونز في جنوب افريقيا هو في طريق مفتوح للتاهل انت عدل يعني هيبقى برده في ايده الى حد ما بس برده الامور في ايده بشرط
الا يخسر في الجوله الرابعه اللي هي في جنوب افريقيا طبعا مع التسليم، عشان بس نكون واضحين ان كل هيكسب فريق قطن للاهلي هيلعبوا ان شاء الله في الجوله اللي مؤجله من الجوله الاولى. فريق قطن الكاميروني خسران 3 ماتشات تقريبا، ما عندوش اي فرصه، هيتغلب كل الماتشات رايح جاي. فدي امور مهمه، خطوه خطوه نخش على مواجهه النهارده، مواجهه الاهلي مع الداخليه، مواجهه مهمه. وشايف المواجهه دي اهميتها ايه بالنسبه للاهلي؟ والله هي يعني ضربه مش مزدوجه، ضربه ثلاثيه، يعني النادي الاهلي يفوز يعني يصالح جمهوره غضب بسبب يمكن معانا بدون قطع كلام حضرتك. ده كواليس هوا دلوقتي، كواليس قبل المباراه. النادي الاهلي كان عنده يصالح الفوز النهارده بيضرب بيه عده عصافير بحجر واحد، ان هو رقم واحد يصالح جمهوره اللي غضب بسبب التعادل مع سان داونز وسرب بعض القلق، فدي حاجه. الحاجه الثانيه بيحافظ على يعني بسط سيطرته على جدول الدوري، لان العمليه مش دي الاسباب اللي خليته خسر الدوري السنه اللي فاتت والسنه قبلها، انه كان بيخسر النقاط بعد العوده من بطوله كاس عالم الانديه بسبب الارهاق والكلام الكتير. لكن لا، انت افصل تماما، لازم تكسب في ماتشات الدوري عشان ما تتعطلش والنزيف يحصل زي ما كل سنه. الحاجه الثالثه بتدي لك دفعه معنويه قبل مباراه القطن عشان يعني تاخد بقى المحفل العامل النفسي طبعا. بالظبط، العامل النفسي. عشان كده الفوز النهارده مهم جدا، مش مجرد ثلاث نقاط، لا، ثلاث نقاط دي حاجه للدوري. الاهلي حتى لو لا قدر الله تعثر في هذه المباراه، هو برده على متربع الدوري وفرق كبير عن منافسيه، لكن لازم يفوز عشان من وجهه نظر الاهلي طبعا لازم يفوز عشان العوامل اللي بتتحرك عليه، ان هو يسترد الثقه، يجهز نفسيا وبدنيا معنويا اقصد قبل مباراه القطن، ويصالح جمهوره، وعشان موضوع الدوري ده ما يتفتحش، لانه خسر بنفس الاسلوب اخر بطولتين خسرهم، اقصد الدوري طبعا، بنفس السيناريو، انه نزيف النقاط بعد العوده يتصدر ويروح كاس العالم للانديه ويجي مسلسل النزيف يشتغل. النادي الاهلي بفوزه النهارده بيضرب 3 عصافير بحجر ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي عنده غيابات يعني بالجمله، متولي، ياسر ابراهيم، لا ياسر موجود، عبد المنعم، عبد القادر مش هيبقى موجود النهارده، حسين الشحات، سلية، حمدي فتحي مش عارفين هيبقى موجود النهارده ولا لا، ممكن كتير لعيبه كتير قوي في مراكز مختلفه ومراكز مهمه ولعيبه مهمه، شايف ده هياثر ازاي على مشواره سواء كان في ماتش النهارده او كان في افريقيا؟ طبيعي اي غيابات بتاثر، لان بتقلل فرص المدير الفني في ان هو يبقى يعني يحكم سيطرته على الفريق كامل، بحكم ما بقاش عنده التغييرات الكتيره او طب ازاي كولر يقدر يعوض الغيابات دي كلها؟ بعمليه التدوير، يعني هو النهارده مثلا احنا مثلا بقاله فتره برون سافي ما بيلعبش، شادي حسين خلاص هم موجودين النهارده في القائمه، ممكن يلعبوا، الله اعلم طبعا التشكيله هتبقى ايه. واحنا بالمناسبه جمهور الاهلي يثق تماما في اختيارات كولر، ومن كولر مدرب اثبت ان هو مدرب كبير بيعرف يقرا المباريات كويس جدا، احيانا يعني المسائل تكلم لا يسمو بس عادي يعني، لا هو مدرب بيجود القراءة المباراه دي حقيقه يعني، وده يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي ان هو جرب لحد ما ايه وجد ضلالته في كولر، اللي هو بصراحه مدرب رائع جدا. حتى عشان الناس قاعده تقول لك خسر 3 ماتشات ورا بعض، ريال مدريد وفلامينجو والهلال، عم ده خسر قدام ريال مدريد في الدقيقه يعني بعد الدقيقه 90 وكان ند للند، ولو سجل التهاجم امور كتيره مش هنتكلم فيها يعني. أيوة، لكن هو النهارده سياس، ما هو عشان كده قائمه الفريق يقدر يعمل تدور. المباراه النهارده ليست سهله تماما، عشان ما حدش يقول لك ده الداخليه بقى والمركز مش عارف ال 15، لا، الداخليه في المركز ال 15 ولكنها تبعد بنقطتين فقط عن صاحب المركز الاخير. الداخليه فريق بلغه الكوره فريق ريزل، عنده مدرب كابتن علاء عبد العال، على عبد العال هو كميته ماشيه مع الفريق، بيعرف يعني يضرب اي حد، لكن يجي عند الداخليه بيتالق وبيتعاملك بصراحه. قبل كده الداخليه يمكن من الدوري 2014 فاز على الاهلي ذهابا ايابا، فريق الداخليه مش سهل عندهم بصراحة. كمان نقطه قوه الهجمات المرتده، وانت عندك نص الملعب بتاعك، لا هو كمان اي حد يلعب الاهلي بيامن دفاعه بيلعب على المرتد، اي حد عامه يعني مشكله عندنا. عشان كده في وجهه نظري النادي الاهلي في المباراه دي يعني ما يستناش للاخر عشان ما يحصلش التوتر بتاع اللعيبه، ما يفرغش نص الملعب يعني نص وننتهز الفرص ما نضيعش الفرص. يعني مشكله اداره الفرص دي يعني اكدها عدم وجود المهاجم القناص النهارده. امبارح مثلا اول امبارح كان في الهلال السعودي بيلعب الدحيل القطري، فاز 7 في قبل النهائي في دور ابطال اسيا، 4 تجوان منهم او 5 تجوان منهم جايبينهم ايجالو وماريجا الاثنين المهاجمين، واحد من مالي وواحد من نيجيريا. ما هي دي قيمه الهداف، اللي هو ده ما بيتحسبش بقى، ده نرفع عنه سقف الفلوس، ده ملوش علاقه بالموضوع، لان ده اللي بيترجم لك. صحيح. يعني انت النهارده لو كان الاهلي وفق
في قبل مباراه كاس العالم مثلا كان جاب المركز الثالث. المركز الثالث بيفرق نص مليون دولار. ما هو ده ما هو ده من ثمنه، هو بيجيب ثمنه في كام ماتش. فعشان كده الحته دي تحديدا يعني اكيد مجلس اداره اكثر مني طبعا فاهم الكلام ده، لكن الناس برضو عارفه الكلام ده، ان المهاجم صاحب المواصفات الخاصه ده ليه ثمنه. امبارح اول امبارح ماتش الهلال والدحيل خيره دليل على كده، قبل نهائي دوري ابطال اسيا وفريق بيفوز 7-1 هو اللي بيكمل الجمل اللي بادئه من اول ملعب لاخره. لو المهاجم يعني بيضيع الفرص للاسف الشديد يعني الجمله بتنتهي، فرص كتيره ضاعت قدام فلامينجو، فرص كتيره ضاعت قدام سان داونز، كل الفرص دي كفيله انك تفوز بس خلاص. حتى ريال مدريد كان حتى ريال مدريد حتى ريال مدريد صح، هو الماتش الوحيد اللي ما ضاعش فرص كتيره يعني كان ماتش الهلال، لان انت خلاص كان مستواك يعني عندك نزل شويه. ده بشكل عام برضو الفريق برضو بتدور وما فيش وقت يعني للاسف الوقت ما اسعفناش، بس ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا. اه بالظبط، لكن المهاجم القناص لابد منه هي دي الانديه الكبيره. عشان كده تلاقي الانديه الكبيره تلاقي مثلا بنزيما في ريال مدريد، يعني الامثله كتيره في كل حته، هم دول ده بيفرق مع النادي الاهلي يعني. طيب في لعيبه مش بتشارك الفتره اللي فاتت، برونو سافيو، شادي حسين، شايف هل ممكن يبقى ليهم مشاركات الفتره جدا اللي جايه مع كتر التلاحم؟ ممكن لسببين، ده هيبقى ان حدث هيبقى شيء جميل لسببين. رقم واحد انت بتستعيدهم عشان برضو لو احتجتهم في اي وقت، لان انت المشاركات ما بين دوري ابطال افريقيا وما بين الدوري وعندك الكاس وعندك ماتشات تانية ممكن يعني الموسم جاي، انت كمان الموسم ده انت ممكن يبقى عندك دور السوبر الافريقي، البطوله العربيه، الماتشات كتيره، فانت محتاجهم، فعشان لما تحتاجهم تلاقيهم. ده رقم واحد. رقم اثنين انت تريح العناصر الاساسيه، لان عدو النادي الاهلي في الفتره الحاليه ليست الاصابات رقم واحد، لكن الاصابات رقم اثنين، لكن رقم واحد هو بدنيا الاجهاد. الاجهاد مؤثر جدا على اللعيبه، وبيأثر مع تتالي المباريات، مع الشحن، مع الضغط، مع فرق كبيره، انت داخل في معمعه في دوري ابطال افريقيا بحكم الظروف اللي حصلت والنتائج. بقت الاهلي وصن داونز والهلال لابد واحد فيهم، اثنين منهم هيصعدوا واحد بره، فعشان انت ما تكونش الواحد اللي بره فمحتاج منك جهد اعلى، فعشان كده لازم تشارك اللعيبه اللي ما بتشتركش عشان تلاقيهم وتريح الاساسيين، ودي طبيعه الفرق الكبيره. عشان كده هو بصراحه كولر الناس بتعيب في بعض الجمهور بيعيب ان هو بيعمل تداول كتير او تدوير كتير ما بين اللعيبه، لكن ده مطلوب، لانه ما هو هيعمل ايه، ما هو كل 72 ساعه مباراه، فالدنيا الضغوط عاليه وسفر ومش يعني الضغوط عاليه. ده النادي الاهلي حتى بعد مباراه القطن دي مسافر ماتشين ورا بعض، جنوب افريقيا في جنوب 10 ساعات سفر، وبعديها طالع منها على بعد اسبوع على الكاميرون في الغرب، يعني رايح جاي وبعدين جاي، حتى ماتش هيكون مرهق بدنيا مع الهلال السوداني، حياه او موت، ملوش الموضوع شدات ما بقاش فيها بره وجوه، فكل ده ضغط 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 ضغط. فكل ما تلاقي فرصه ان انت تشارك لعيبه ما بتشتركش ده كويس جدا، هيريح لك العناصر ويبقى عندك البدائل اللي انت ممكن تبقى متوفره ليك. عايز حضرتك تقول لي من وجهه نظرك شايف ايه التشكيل الامثل لمباراه النهارده؟ يعني هو التشكيل النهارده مجبر عليه، يعني بالاوراق يعني حتى كنا بنقول ورا كان ممكن خالد عبد الفتاح يبقى موجود اهو، ربنا يشفيه اصيب، فلكن طبعا شناوي اكيد، علي معلول، محمد هاني شمال ويمين، ممكن ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ممكن في النص بقى معرفش حمدي فتحي هيشارك ولا لا. انا دايما مش بحب اتكلم قوي في التشكيل، دي بتبقى وجهه نظر المدرب، بيبقى ليه امور اخرى. طبعا غياب السوليه فيبقى ديانج، ممكن قفشه يبقى يعني قدام شويه، معرفش حته قدام دي بتفرق جدا، وممكن يشارك كهربا من الاول او يقعدوا على الدكه زي ما بيحصل. انا في وجهه نظري ان النادي الاهلي او كولر في المباراه دي لازم يخلص مبكرا، يعني ما يقعدش زي كل ماتش للاخر والدنيا تتوتر، ما يقعدش لحد الدقيقه 75 80 80 90 بيبقى قلبي هيقف، بيبقى في توتر، بيبقى في توتر، ده بيحصل ده طبيعي جدا، بيوتر مش الجمهور، بيوتر اللعيبه في الملعب وبيخلي اللعب خشن شويه واللاعب الثاني بالظبط، والفريق المنافس هياخد نقطه من الاهلي مثلا، فبقى ده اقل تقدير، فبيضيع الوقت، ده مشروع تماما محدش يلوم حد. فعشان كده لازم الاهلي في وجهه نظر الاهلي طبعا كولر يحسم المباراه مبكرا عشان ما يخشش بقى في حزبه بيرما لنهايه المباراه. استاذ محسن بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا نورتنا، وان شاء الله تنورنا في حلقات جايه كتير. خلصت حلقتنا، هنروح دلوقتي لفقره استشاره طبيه، لكن هتكون من حلقه سابقه، استنونا بكره في حلقه جديده ومواضيع مهمه. باي باي.